أنا أقول لهم أنتم طوسيون لا علاقة لكم بدين العترة الطاهرة، تدعون كذبا أنكم على دين العترة الطاهرة ولا شأن لنا بكم، لكننا حينما نتحدث عن دين العترة الطاهرة لماذا تقولون هذا دين الماسونيين؟ حينئذ لابد أن ندافع عن أنفسنا، ليس عن أنفسنا، عن أجسادنا وعن منافعنا الشخصية، لابد أن ندافع عن ديننا، وهذا هو الذي يجري. وكرارا ومرارا قلت لكم اتركوني بحالي، اترككم بحالكم، وأعيدها عليكم الآن، اتركوني بحالي، وأنا ما أريد منكم تعهدات، لا، أنا عندي المعلومات الكاملة عنكم، أدري بيكم، إذا فعلا تردون تتركوني بحالي أدري بيكم، كل المعلومات تصلون، ما أحتاج أن تتصلوا بي أو أن أتصل بكم، اتركوني بحالي أترككم بحالكم، ما تتركوني بحالي أنعل والديكم، أنعل والديكم. ومن أقول اتركوني بحالي أنا لا أتحدث عن شخصي، أنا أتحدث عن دين العترة الطاهرة. تتركون دين آل محمد ما لكم شغلة به، أنتم تدعون لأنفسكم ادعوه، تركون الناس تختار الدين اللي تعتقد به، إذا فعلتم هذا فأنا سأفعل هذا أيضا، وأنا كلامي سيف مو مثل كلامكم، إذا أعطيتكم كلمة كل الذين يعرفونني عن قرب يعرفون أن كلمتي سيف قاطع، لن أتنازل عنها ولن أخالفها مهما كانت الظروف، بشرط أن تفوا بكلامكم، بكلامكم ليس الذي تقولونه لي، وإنما الموقف الذي ستتخذونه. أنا لا أريد منكم كلاما لأنني لا أثق بكم، لكنني أتابع أخباركم وأعرف ماذا تريدون أن تفعلوا.